لكن اليوم الحمد لله انا مبسوط اني اكون بين اهلي واخواني اللي هم انتم في قناه محمد مبسوط النفوذ رجاه المطر ومنظرها يا زينه على طول الكاميرا جاهزه بعيدا عن الكاميرا والله ان اللي مو ما اللي ما عنده خبره في التصوير راح يصير مصور لي انت الاجواء هناك والمكان المشهور الفقع حولكم وين بالضبط عشان اعلمك على الهواء ولا ما عنده تو الفقع تو هو في الوسط مستحيل يلقى في ارض النفوذ ومستحيل يلقى في ارض الجبل. طيب سؤال جانبي، المزارع اللي في ضرمه وين تتمركز، في الوسط ولا في الاطراف ولا وين؟ في الاطراف طبعا، في اقليم مثلا امس اشوف اللقاء هو اقليم اليمامه يعني اللي هو جبال طويق امتدادها كامل، ضرمه من شمالها الى جنوبها كلها مزارع، وسطها حتى داخل بيوت الطين في عندنا صنوع، احنا السيل اللي ننزل مع جبال طويق بعض الاحيان ما يكون على ضرمه مطر، سبحان الله فجأة نتفاجأ السيل داخل علينا. لا اله الا الله. لأن السيل يكون على جبل طويق فيمشي مع مجاري السيول حتى يصل الى وسط ضرمة. يا سلام. ويمشي يتفرع بين المزارع، المزارع تلقاها بشكل يعني موزع يعني لها بعد. هذا اللي يخليك سليمان تختار اللقطة الحلوة وتنتقي المكان المميز، ايش اثر البيئة عليك في هذا في موضوع التصوير؟ شوفوا قبل اثر البيئة هو اثر الوراثة، الوارد مصور يعني انا اتصفح مو بمصور معروف لكن مصور الارشيفة الخاص له. جميل. يعني انا اتصفح الصور حقته، فكنت يعني في ذيك الفترة يعني من ضمنها في بعض الاحيان اقول لك الشاهي ما شربته في زواج امك، ما تسمعون هذا دائما. صحيح. انا شايف انا كاني حاضر زواج امي وابوي من خلال الصور. عجيب. فيعني بس صار راس من معها شابورة ما ادري مصور. لا والله في مدخنة عندنا والله لا زالت موجودة عندنا حتى هذا اليوم. مبخرة. المبخرة. يعني من وقت زواج الوالد والوالدة الله يطول في أعمارهم. كنت ما حضرت. ما حضرت. كنت مشغول والله. بس إنك موجودة للآن. في الصورة. نقصد الصورة أثر الصورة أثر الصورة خلاني. الصورة كانت عندها الواقع. يعني نقلت لي الواقع. نقلت لي الواقع فخلت عندي حتى صرت أتبع ذيك الأيام في وقت المنتديات أدور عند الشباب أصورهم، هم يعرفون إن ذيك الأيام نصورهم لأجل نحطه في المنتدى مثلاً لمناسبة معينة اليوم وطني أو غيره. إلا في أحد الفترات ذيك اليوم صورت شباب قال وين تحط صورتنا فيه؟ قلت بكرة إذا كبرت واحد منكم دكتور، واحد منكم كذا، واحد منكم. قال طيب لو مت أنت ميديا؟ قلت والله إذا مت تدورها عاد شايف والله. خلها خلاص يا مت عاد أنا أمشي إني شفتها وانبسطت فيها. لا لا إحنا نحتفظ بها، أنا ضد أنا ضد أي مصور إنه يحتفظ بصورته لأجل إنه يكون بس نفسه. إذا أنت منحتني دقيقة إني أوقف قدامك عشان تصورني فأنا صاحب الملكية للصورة مو بنت مجرد طلعت الصورة، فأنا أمل حقي بعد أشوف صورتي اللي صورتنيها. طيب الصور مهمة جدا في نقل، لأنه هذه المنطقة منطقة سياحية وفيها مناظر جميلة، تسويقك أنت للصور بحيث أنك توصل يعني ضرمة ترى الصورة لها صوت بس ما هو مسموع مشاهد، فأنت ممكن توصل بالصورة هذه للناس ترى ضرمة منطقة خيالية يوم يجي فيها السير ويجي فيها الأجواء. هل اشتغلت على التسويق في صورك بشكل كبير؟ يعني هو مثلا على مستوى تويتر أكيد تشتغل الهاشتاج، مجرد تكتب احنا مثلا زي احنا امس يا ضرمة ما شاء الله انا امس متصفح، لو تكتب الان ضرمة بشكل عام راح يرجع لك مختلط الاخبار اللي تتعلق بضرمة. هذا على مستوى تويتر. على مستوى قناه اليوتيوب، انا عندي قناه يوتيوب الحمد لله مؤسسها ما شاء الله، وصلت الحين حدود 117 الف مشترك ما شاء الله. من ضمنها حتى الفيلم الوثائقي الخاص بضرمة، اللي حاب يتابع او ياخذ فكره عن ضرمة يبحث عن الفيلم الوثائقي بضرمة، حقوقه تابعه للاماره الضرمة يعني للنشر العام. طيب للفائده مترجم حتى بقى. ما تخشى سليمان ان الصوره ممكن اذا ما انتشر عليها اسم او تاريخ انها ما تعرف المنطقه ذي وين؟ يعني ما تمر عليك صور تقول يا اخي هذه انا بصورها ولا هذه في ضرمة؟ شفت الصوره اللي طلعتها اللي فيها اخواني؟ اقول لقيتها في حسابات مكتوب من الماضي، يعني كان الصوره هذه يقول للرياض قبل 60 سنه. صحيح. وهي اساسا مصوره قبل سنه لانك ما كتبت عليها يعني. ليه؟ انا ممكن لاني انا اخشى اني ايش اشوه الصوره، ابيك تنظر في الصوره انت تتامل ابي جمال كامل. ايه يعني لا انت لما تدخل على الصوره هنا كتابه او غيره كانك يعني شوي يعني انت خلاص ماضي، فهذا الماضي والشخص اذا هو معروف اكيد انت في الدوله ما تتوقع يعني. انا عندي ما توقعت ان في احد بياخذها بيقول هذه. اعطيك على سبيل المثال، انا عندي فيديو في اليوتيوب مو بس من باب الامثله ما توقعت انها بينتشر، وصلت حتى الآن مشاهداته 30 مليون مشاهدة. ما شاء الله. والله ما كنت أتوقع أن مشاهداته تتعدى 1000 مشاهد. ما شاء الله. هي أثرها علي في الاشتراك. لو أن الواحد يتوقع وش بيطلع بعدين كان حسب حساب الشيء. طبيعته هي الفيلم ولا وش هذا اللقطة؟ فيديو وثائقي يعني تعريفي. ما شاء الله. عن استعراض جهات أمنية الحمد لله كان له أثر اللي هو العيون الساهرة. تلقى في اليوتيوب اسمه الله يقويك. هذا الحين وصل 30 مليون اهلني لتصوير قطاعات عسكريه ثانيه من ضمنها دوره الصاعقه في ضرمة. عندنا ميدان ضرمة هو مركز الامير نايف، ميدان الامير نايف للتطبيقات. الله يا دلال يعني ما شاء الله ما شاء الله. ضرمة فيها تبي جولف،
تبي خيول ما شاء الله تبي عندك وكيد حلال حلال ومزارع سيول.